بهذا الصدد ينضم إلينا من باريس الصحفي والمختص في شؤون الإرهاب السيد ألبرت فرحات. سيد ألبرت، مرحبا بك. أهلا بكم. مرحبا. أهلا سيد ألبرت. بداية، لو وضعتنا أو لو أوضحت لنا تفاصيل أوفى عما جرى في باريس من عمل مسلح. الموضوع المعتدي اليوم الذي قتل أخته ووالدته وجرح أحد المارة هو من المختلين عقليا. يعني معروف لدى الشرطة الفرنسية أنه كان مقربا من بعض المساجد السلفية الموجودة في المدينة، لكنه لم يشكل ذاك التهديد على الأمن العام الوطني الفرنسي. تبني داعش للأمر ليس إلا عبارة عن عملية فقط مزايدات على ما يحصل الآن من هزيمة وما يتعرض له التنظيم من هزائم متتالية، وإذ هي الفرصة الملائمة للتنظيم من أن يلمع نوعا ما صورته التي بدأ يذهب بريقها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما قامت به اليوم الشرطة الفرنسية في طريقة تعاملها مع الأمر، يعني من خلال الوكيلة الجمهورية المكلف في ملفات الإرهاب، فعلا تأكد له ولي وزير الداخلية أن الأمر لا يعدو سوى عمل جنون، والبيت الذي لجأ إليه لا يعد سوى بيت والدته، حيث قتل والدته غدرا ولم يقتلها وهي يعني تستدرك ما يدور حولها، وبالتالي حاولت أخته الهرب وإذ طعنها في ظهرها من الخلف. هذه هي يعني ببسيط الوصف ما حصل نهار اليوم. نعم سيد ألبرت، يعني كل ما حصل هو عائد لمرض في مرض جنوني. نعم. يعني مرض جنوني وليس لأي تنظيم إرهابي في كل ما جرى. طبعا للتنويه سيد ألبرت، هناك تقارير متقاطعة طبعا تقول بأن منطقة تراب هي هناك 50 شخصا هاجروا منها أو انتقلوا منها للانضمام في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق. ما مدى دقة هذه التقارير سيد ألبرت؟ فعلا المنطقة معروفة بانتماء العديد من الشبان المنتمين من جاليات عربية وإسلامية لبعض الحركات السلفية، والأمر ليس بجديد، لكن أن هناك حوالي 50 شخص قد غادروا إلى هناك، أنا أقول العدد مبالغ فيه. العدد الصحيح هناك حوالي 23 شخص، 4 لقوا حتفهم في سوريا عام 2016، ومنهم العديد الذين عادوا وهم الآن موجودون داخل السجون الفرنسية. فرنسا كغيرها من الدول الأوروبية، هناك العديد من الشبان الذين ضللت بهم هذه الحركات وذهبوا وأصبحوا كبش محرقة في سوريا أو في العراق أو في غيرها من الساحات، في ما يسمى بين قوسين الساحات الجهادية. نعم أستاذ ألبرت فرحات الصحفي والمختص في شؤون الإرهاب، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. كنت معنا مباشرة من باريس.